بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المعز لمن أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين كان هواهم تبعا لهداه. أما بعد، فنرحب بوالدنا فضيلة الشيخ عبد العزيز البماوي حفظه الله تعالى، الذي يعني لا يفتأ بين الحين والآخر يأتي ليطمئن على أبنائه وتلامذته، وإن كان فضيلة الشيخ يصر على ألا يعني يتحفنا، يصر على أن يحرمنا من أن يفيدنا من علمه، فنحن نمتثل أمره وندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمره وفي علمه وفي عمله. يعني من عادة الناس أنهم إذا تهيأوا لخطر فإنهم يستعدون له ويأخذون له عدته ويتأهبون لمواجهته. من مثلا أصابه سم أو لدغته عقرب أو حية فإنه يسارع إلى تناول ما يضاد هذا ثم كي يتلافى خطره. الناس في حالة الحروب إذا خشوا يعني القذائف الكيماوية وما إلى ذلك فإنهم يتأهبون بالأقنعة الواقية ضد هذه الغازات السامة وغير ذلك. نحن في الحقيقة نعيش في جو أشد سمية في هذه الأيام العجاب التي نعيشها الآن، والمحنة التي يمر بها الإسلام، والحملة الشيطانية الخبيثة التي تستهدف صد الناس عن دين ربهم تبارك وتعالى، والتي تطلق بين الحين والآخر يعني قنابل الدخان كي يتم الزحف تحت هذه التسائل الدخانية. فإن كثيرا من الملاحدة والزنادقة الذين يخرجون من جحورهم في هذه المحن وفي ظل هذه ومن وراء هذا يعني الستار يتفوهون في وسط هذا الجو الملتهب بعبارات لا يمكن أبدا أن يجرؤوا على أن ينطقوا بها في الجو العادي، لكن في وسط هذه الحملة مستغلين ما يحصل من الفتن التي تجري في هذه الأيام، فيخرج هؤلاء من جحورهم ويلدغون الناس ويثيرون هذه السموم والشبهات ويطعنون في الدين، حتى صار الإسلام نفسه الآن في عرف القوم مرادفا للإرهاب، والمسلمين هم الأصوليون وهم المتطرفون والإرهابيون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. من هذه القضايا التي نحتاج إلى تجديد العهد بها، خاصة وقد مر زمن طويل دون أن نتكلم فيها، وكما نشير مرارا نحن محتاجون دائما إلى أن نتسلح بالأدلة على كل مسلك نتلكه حتى نكون على بصيرة من ديننا وعلى يقين مما نحن عليه من الحق بإذن الله تبارك وتعالى. هي قضية يعني تعتبر من القضايا العملية أو الفرعية، ولكن في الحقيقة وهي قضية اللحية، حكم إعفاء اللحية وأدلة ذلك، ولكنها في الحقيقة حينما نحن نتعرض كثيرا لكثير من هذه الضغوط كما في هذه الأيام يحصل ضغط من كل جانب، من الحملات الإعلامية، من الأسر في البيوت، من الآباء خوفا على أبنائهم، وربما يستجيب كثير من الناس تحت وطأة هذه الضغوط إلى هذا الأمر فيترخصون بدون عذر في مثل هذا الأمر. قضية اللحية في الحقيقة ليست مجرد رأي في شعيرات، لكن اللحية هي مظهر أو هي يعني شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، وسوف نرى من خلال الأدلة التي نبسطها اليوم إن شاء الله تعالى باختصار أن يعني هذه القضية ليست بالبساطة التي يتخيلها كثير من الناس أنها مجرد شعيرات، وقد يتفلسف بعضهم فيقول المهم مراعاة الشعور وليس يعني تربية الشعور، واضح، ومثل وما إلى ذلك من العبارات المنمقة التي يعني يحرفون بها الناس عن حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. فعلى غرار ما تكلمنا من قبل بشيء من البساطة في موضوع الحجاب مثلا، وكل تحت عنوان الحجاب لماذا، كثيرا بعض الغموضات الخاطفة والمركزة بدون تعمق في البحوث والاستطرادات، كذلك أيضا نتناول هذه القضية على نفس هذا الغرار. فأولا حينما نرفع هذا السؤال أو نثير هذا السؤال، اللحية لماذا، أو لماذا نعرف الحانة،
فأولا لأن إعفاء اللحية طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. وتأمل وصف الإيمان، لأن المؤمن هو من شأنه أن يستجيب لحكم الله ورسوله. وما كان، ما ينبغي أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا في الآية الأولى قال: إذا قضى الله ورسوله أمرا، وفي الآية الأخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمما أو من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أمر به النبي عليه السلام، إعفاء اللحى. فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، وهذا الحديث رواه مسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، بل إن هذا الأمر ورد بصيغ متعددة كلها تدل على ترك اللحية على حالها، مثل قوله أو هي قوله صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، اوفوا اللحى، ارقوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى. هذه كلها أوامر متنوعة تؤدي إلى غرض واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرقوا اللحى وخالف المجوس. وهذا رواه مسلم أيضا: جز الشوارب وأرقوا اللحى وخالف المجوس. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف في قصة يعني رواها ابن أبي شيبة، أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأضال شاربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ استنكر هذا، ما هذا؟ قال: هذا ديننا، يعني هذا ديننا معشر الفرس أو المجوس، هذا ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية. وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال: أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذا، يعني كسرى، إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث به عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، دفعه عبد الله إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وبعد أن شق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يعني إلى باذان وهو عامل كسرى على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي في الحجاز، يعني بعث كسرى إلى باذان في اليمن وقال له: ابعث إلى هذا الرجل عليه السلام الذي في الحجاز رجلين جلدين فيأذيان به، رجلين جلدين قويين يأذيان به، يعني يأذران الرسول عليه السلام ويحضرانه إلى هذا الخبيث كسرى لعنه الله. فبعث باذان قهرمانه وهو بابويه، وكان كاتبا حاسبا مع رجل من الفرس، فجاء حتى قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما، كره أن ينظر إلى وجههما، وقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا بلسان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربكما الليلة، إن ربي قتل ربكما الليلة، سلط عليه ابنه شيرويه فقتله، فرجع حتى قدم على باذان إلى آخر الحديث، وهو حديث قد رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وحسنه الألباني. فظهر من هذه القصة ك
كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى ذلك الرجلين، وما في شك أن هذا يحرض كل مؤمن صادق في إيمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفعل فعلا يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إذا تأملنا أحوال الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية والفرق الرياضية والفنية وغير ذلك من هذه التجمعات نرى كل واحد منهم يعني يجتهد في إرضاء قائده وزعيمه ويتبعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته ولا يأتي بفعل يؤذيه. والعجب العجب ممن يحلقون يعني لحاهم كيف ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يرتكبون فعلا يتأذى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يجدوا في أنفسهم أدنى حرج من ذلك. هناك قصة حكيت عن رجل من الشعراء يدعى مرزا قتيل. تأثر رجل فارسي من كلامه في الحكمة والمعرفة واعتقد في قلبه أن صاحب هذه الأشعار رجل عظيم في دينه قد زكى روحه وجسده، فسافر من بلده إليه للقائه كي يراه. فلما وصل إلى باب هذا الشاعر المشهور رآه أدركه وهو يحلق لحيته واقف يحلق لحيته، فقال مستنكرا ومتعجبا يا سبحان الله أتحلق لحيتك؟ فقال مرزا قتيل أيضا متفلسفا ومسوغا لهذا الفعل وهذا عدد الشعراء، فلما قال سبحان الله يا سبحان الله تحلق لحيتك؟ فقال مرزا قتيل نعم أحلق لحيتي ولكني لا أجرح قلب أحد، يعني أجرح وجهي بالموسى لكن لا أجرح قلوب الناس. فرد عليه الرجل الفارسي في البداهة بلى إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل غشي عليه، فلما أفاق قال بالفارسية شعرا معناه جزاك الله خيرا فقد فتحت عيني وأوصلتني إلى روح قلبي. على أي الأحوال هذا هو الدليل الأول أن أو السبب الأول أن نعرف يعني حان أما الإعفاء اللحية طاعة، طاعة والطاعة تكون لأمر والأمر هو أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتينا بالأحاديث التي فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، ثم بالأحاديث التي فيها نفس الأمر اعفوا أوفوا أرفوا واكثروا أرجو أرجو، ثم نقول إن صيغة الأمر تدل على وجوب امتثال هذا الأمر بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. على الجهة المقابلة حلق اللحية يعد معصية محرمة، فقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فقال عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وتقدم أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، ومخالفة هذا الأمر معصية محرمة. يقول عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا متفق عليه. والأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها يستلزم النهي عن حلقها وتقصيرها بحيث تكون قريبة إلى الحلق، لأن هذا أمر مهم جدا. لابد أن الحرم المعصية ليست فقط بحلق اللحية، تقصير اللحية في حد ذاته معصية، لأن هذا الذي كان يفعله المجوس أنهم كانوا يقصون لحرم، ولذلك أتى الأمر بمخالفته، فكلاهما مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، من يقصر لحيته جدا ومن يحلقها. نعم. والقاعدة تقول إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمرت بالسكوت فهذا نهي عن الكلام، إذا أمرت بالقيام فهذا نهي عن الفعود، فكذلك إذا أمرت بإعفاء اللحية فهذا يتضمن أو يستلزم النهي عن ضده وهو حلقها أو تقصيرها. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، وهذا حديث حسن، لا تنتف الشيب الشعرات البيضاء فإنه نور المسلم. فطبعا لا فرق في نتف الشيب، الشيب سواء كان في اللحية أم في الرأس، ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من لحيته ورأسه، هذا رواه أيضا مسلم أو هذا رواه مسلم. فالذي يحلق لحيته هذا أطاح بالأبيض والأسود، ما ترك أبيض ولا أسود،
فإذا كان الرسول نهى عن أن ينتف رجل الشعرات البيضاء من شعر من لحيته أو من رأسه، فالذي يحلق لحيته قد كره الشعر الأبيض الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو نور المسلم. وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه وابن أبي يعلى قاضي المدينة رد شهادة من كان ينتف لحيته، وقال الغزالي والنووي عليهم الرحمة ونتفها يعني اللحية ونتفها في أول نباتها تشبه بالمر ومن المنكرات الكبار. هذا كلام النووي والغزالي. ونتفها في أول نباتها تشبه بالمرد، والمرد جمع أمرد وهو الغلام، فر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدو أو لما تبدو. أي نعم. أيضا من الجهة الأولى إعفاء اللحية سنة محمدية، فقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم خير الهدي أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وثبت في صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية عظيمها، كث اللحية عظيمها. فعن أنس رضي الله عنه قال كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت منها هنا إلى ها هنا، وأمر يده على عارضيه. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر وفي العصر باضطراب لحيته، ينظرون إليه من الخلف وهو يصلي، فقال بما قالوا بما كنتم تعرفون قراءته؟ قالوا باضطراب لحيته، يعني كانت تهتز لأنه كان يتفوق وينطق بالآيات وهو في الصلاة. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كهفا من ماء فأدخله تحت حنكه فقلل به لحيته، فهذا أيضا يدل على عظم هذه اللحية بحيث أنه يحتاج إلى تخليلها. ويعني الأحاديث في ذلك كثيرة كلها تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية. فيا عجبا ممن يدعون حبه صلى الله عليه وسلم ثم هم لا يحبون صورته بل يفضلون عليها صورة أعدائه. والله تبارك وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبعض الناس تجد الناس يعني يتناقلون كلاما لا يفهمون معناه ويقولون اللحية سنة. نعم هي سنة لكن سنة بالمعنى اللغوي، يعني بطريقة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، تماما كما تقول صلاة الجمعة سنة. واضح؟ صلاة الجمعة مثلا سنة، سنة يعني طريقة الرسول، لكن ما حكوها من حيث الأحكام الخمسة؟ واجبة، سنة واجبة. واضح؟ فهي من حيث الأحكام الخمسة هي واجبة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأدلة التي سوف نذكرها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة التي لا تضطر صاحبها إلى اتباع المحبوب والتشبه به ادعاء للمحبة وليست بالمحبة. وقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه بينما أنا أمشي بالمدينة إلى إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتقى لربك وأبقى لثوبك حتى لا يتلف. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، يعني هذا قماش أو هذه الثياب التي ألبسها ثياب لا اعتداد بها، حتى يعني ثياب ضعيفة أو رثة أو يعني رخيصة لا يخشى منها أن يكون هناك كبر أو خيلاء حتى يراعى فيها الاتقاء والإنقاء. فلما قال له يا رسول الله إنما هي بردة منحاء، فقال عليه الصلاة والسلام أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ قال فنظرت فإلى إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسن لغيره. فيا حليق اللحية ماذا يكون جوابك إذا أخذت تسرد المعاذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك أما لك في أسوة؟ على الجانب الآخر، يعني إذا كان إعفاء اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، فعلى الجانب الآخر حلق اللحية تفرق وانحراف عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. ف
ففي الحقيقة هؤلاء المحاربون لدين الله والصدون عن سبيل الله والمشنعون على أهل طاعة الله هم المتطرفون كما ذكرنا ذلك من قبل مرارا. لأن ما معنى التطرف؟ التطرف الأخذ بأطراف الأمور إما إلى يعني الإفراط أو التفريط، إما إلى الغلو وإما إلى الجفاء، كلاهما انحراف عن القصد والوسط الذي هو الاعتدال والذي هو خاصية هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا يعني هذا هو الاعتدال. فنحن اختلفنا معه في ما هو الوسط، ما هو الوسط وما هو حد الاعتدال. فنحن يعني عقيدتنا وعقيدتنا نرفعها دائما بهذا الشعار المقدس: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي، لا يمكن أن يكون لك هدي خلاف يعني خيرا من هديه عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما شرعه رسول الله عليه وسلم أو أمر به أو يعني تكلم به من أمور الدين فنجد مجزما قاطعا ولو خالفنا من على ظهر الأرض خاطبة، أن هذا هو الاعتدال، وأن الانحراف عليه عنه يمنة أو يسرة هذا هو الانحراف الذي هو التطرف أخذ بالأطراف. واضح؟ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فهذا هو التطرف. كل من حاد عن يعني فعل أو أمر أو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا هو المنحرف، سواء كان ذلك بالغلو أو بالجفاء، بالإفراط أم بالتفريط. فهؤلاء هم المتطرفون بحق. فنحن نقولها بكل يقين وبكل قوة أن هؤلاء المجرمين هم المتطرفون حقيقة، وسوف يعلمون إن لم يعلموا في الدنيا سوف يعلمون حين يردون على ربهم تبارك وتعالى من المتطرفون. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هؤلاء يقولون: من يطع الرسول فقد صار متطرفا. من يطع الرسول فهو إرهابي، من يطع الرسول فهو سولي، إلى آخر هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وصفة هي إعفاء اللحية، كان حلقها إعراضا عن طريقته المنيفة ورغبة عن سنته الشريفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، كما في حديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا رواه مسلم. هل أحد من الصحابة هل في أمرنا أن نحلق اللحية؟ ما في، ما عرف الصحابة ولا السلف ولا القرون الأولى ولا الخلف حتى، وما عرف حلق اللحية إلا مؤخرا منذ يعني أجيال قريبة جدا لما بدأ الاحتكاك بالإنجليز والفرنسيين وهؤلاء الكافرين. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وذكرنا آنفا الحديث الذي فيه أن كسرى لما أرسل رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم وقد حلق لحاهما وأعفى شواربهما، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال: ويلكما ويلكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا، يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقبض شاربي. وهذا حديث حسن كما ذكرنا. حتى لو قلنا أن إعفاء اللحية سنة، يعني حتى لو كانت بعض الناس تفتش عن كلمتين، عن كلمة السنة كلمة المكروه، كلمة السنة حتى يضيع ويفرط ما يسميه هو السنة، وكلمة المكروه حتى يرتكب ما هو مكروه. فهذا عكس للأمور في الحقيقة، لأن المكروه أحد قسمي الأشياء التي يطلب تركها، لأن ما يطلب تركه الأفعال خمسة أو قسمان ثلاثة أقسام: ما يطلب فعله وما يطلب تركه والمخير بين فعله وتركه، هذا هو المباح، لا ثواب ولا عقاب. المطلوب فعله إما يطلب الفعل على وجه الحتم واللزوم بحيث يتاب فعله ويعاقب تاركه فهذا هو الواجب والفريضة والحتم، أو المطلوب تركه لكن لا على وجه الحتم واللزوم لكن أقصد المطلوب فعله بحيث يتاب فعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو السنة أو المستحب أو الإحسان أو النافلة أو المندوب. ثم المطلوب تركه إما حرام وإما مكروه، لكنه داخل في المطلوب تركه. فبعض الناس تفتش يقول لك: الدخان هذا مكروه، فيش يقال مكروه، إذا ندخن. واضح؟ والإعفاء اللحية سنة، إذا نضيعها. فهذا قلب من الأمور ويعني من علامات الخذلان، لأن التأثي
به صلى الله عليه وسلم هو المحبوب لله تبارك وتعالى في كل الشؤون وإن لم يكن واجبا، لأن المحب الصادق في المحبة لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغير الواجب، بل هو يتبع المحبوب لأجل حبه له، فما بالك إذا كان واجبا لإعفاء اللحية الذي يعني نتكلم عنه الآن. من الجهة الأولى أيضا نقول إن إعفاء اللحية فطرة إنسانية تقتضيها الفطرة السليمة، فإن الله تبارك وتعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والمعنى أقم وجهك يعني تثبت وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، وهي معرفة الله عز وجل وتوحيده وتوابع ذلك من خصال الفطرة، توابع ذلك من خصال الفطرة. خصال الفطرة الذي الإنسان يعني من حيث كونه إنسانا يهتدي إليها حتى لو لم يرد بها شرع، لو إنسان ترك بدون أن تؤثر عليه عوامل البيئة المحيطة به يهتدي بالسليقة وبالفطرة، مثلا يستباح التعري إلا إذا ارتكب وتأثر في بيئة فاسدة واضح واستحسن هذا الشيء أو لم يشعر تجاهه بأي نفور، فهذا الدليل على فساد في الفطرة. لكن الإنسان السوي مثلا حتى لو لم يعرف شرع منزل يأمر مثلا بقطع الأواصر، بفطرته كإنسان سوف يدرك أن الفرق بين الإنسان وبين الوحش وبين الوحوش الكثيرة وذوات المخالب أنه يهذب أظافره لا يليق به، حتى لو لم يعرف أن هناك شرعا منزلا بذلك. وهكذا في سائر خصال الفطرة سواء الاختتان أو يعني إعفاء اللحية أو غير ذلك من الخصال، هذه كلها يهتدي إليها الإنسان واضح بفطرته حتى لو لم يرد شرعا فكيف وقد جاء بها الشرع. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، من معناها أن الفطرة أوسع من ذلك، عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم، هذه العقل في الأظافر، وغسل البراجم ونكف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال أحد الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهذا الحديث رواه مسلم. فخصال الفطرة هي الهيئة التي ابتدأ الله خلق عباده عليها وغرس في طبيعهم فعلها والميل إليها واستحسانها وجبلهم على النفور مما يضادها، بحيث لو ترك إنسان هذه الخصال لم تبقى صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة أهل الإسلام الذي هو دين الفطرة؟ إن صاحب الفطرة السوية التي لم يطرأ عليها فساد بتأثير البيئة المحيطة يظل مدفوعا لفطرته إلى كراهية ما في جسده مما ليس من زينته ومحبة هذه الخصال الجبلية لو لم يرد بها شرع منزل فكيف وقد جاءت بها شرائع النبيين. لذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وأحسن ما قيل في تفسير الفطرة إنها السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه. في الجهة الأخرى إذا كان إعفاء اللحية من خصال الفطرة فإن حلق اللحية تغيير لفطرة الله وتغيير لخلق الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل لا تبديل لخلق الله، قيل في تفسيرها لا تبديل لخلق الله هي خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تغيروا خلق الله والهيئة التي فطركم الله عز وجل عليها، وهي هذه الهيئة هي معرفة الله عز وجل بتوحيده وتوابع ذلك من خصال الفطرة. ولذلك جاء ذكر بعض خصال الفطرة في تفسير قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ذكروا من ضمن هذه الكلمات هي بعض الأشياء من خصال الفطرة. وقال الله عز وجل حاكيا عن إبليس لعنه الله قوله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا يتوعد به بني آدم منذ البداية ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله عز وجل بدون إذن من الشرع إطاعة لأمر من؟ لأن الذي يأمره الشيطان. قال ولآمرنهم، فالذي يأمر بحلق اللحية أو بتغيير خلق الله هو إبليس، فالمطيع له مطيع لإبليس فيما يأمر به، فالله لم يأمر بذلك إنما أمر بإعفاء اللحية، وهكذا أمر الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام. أما الذي يأمر بتغيير خلق الله فهو إبليس،
واضح؟ ولا آمرنه فلا يغيرن خلق الله. فهذا بدون إذن من الشرع، فهذا إطاعة لأمر الشيطان وعصيانه من الرحمن جل جلاله. وطبعا نضع هذا القيد المهم ونقول بغير إذن من الشرع حتى لا يعترض ما قبل ويقول إن هناك تغيير يعني في خلق الله قد أمرنا به، فلذلك وضعنا هذا الضابط تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع حرام. ونقول بدون إذن من الشرع أن هناك تغيير في خلق الله قد أمرنا به الشرع وأوجبه أو استحبه لنا، مثلا كالختان تغيير لخلق الله، قص الأظافر تغيير لخلق الله عز وجل، حلق الرأس عند التحلل من الإحرام كذلك أعمال الفطرة الأخرى. فالتغيير الذي تعبدنا الله عز وجل به ليس من التغيير المذموم، واضح؟ أيضا يقول الله تبارك وتعالى وَفَظَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، إشارة إلى الأمر بتحسين الهيئة والتنظيم، كأنه قال قد فطركم الله في أحسن صورة وأكمل هيئة فلا تغيروها بما يقبحها ويشوهها، وصوركم في أحسن صوركم يعني فحافظوا على هذه الصورة، واضح؟ ولا تغيروها عما جبلكم الله عليه، فحافظوا على ما يستمر به حسن هذه الصورة، ولا تطيعوا الشيطان في أمره إياكم بتغيير خلق الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله الواشبات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله في الحديث المتفق عليه، فذكر علة اللعن المستدل به على الحرمة في قوله المغيرات خلق الله عز وجل. الذي يحلق لحيته يحلقها للحسن أم لا يحلقها للحسن؟ الحسن يريد الصورة أن تكون أجمل، وفي الحقيقة هذا ينافي الفطرة، زينة الرجل لا يعني في اتجاه تخالف تمام زينة المرأة، المرأة يناسبها التزايد مثلا بالذهب، واضح؟ والأطباق وغير ذلك من الأشياء، الرجل لا يناسب الرجل يعني الشيء المناسب لزينة الرجل هو أن يحافظ على رجولته، واضح؟ أما المرأة فزينتها في اتجاه آخر. فالمرأة زينتها مثلا أن يكون لها لحية في وجهها، أما الرجل فزينته أن يكون لا لحية، واضح؟ فهذا عكس، يعني الرجل مثلا لا يتزين بأن يلبس ملابس المرأة، يلبس مثلا فستان، استقبح هذا استقبح كيف يلبس الملابس التي تختص بالنساء، فكما استقبح ذلك فليستقبح أيضا التزين بأي نوع من الزينة كأعفاء اللحية أو للأسف الشديد شيء لا يتخيله الإنسان، شعر بالأذان بعض من الرجال يعني يفعلون هذا النمط، شيء عجيب جدا يعني سبحان الله، إذا كان النساء في حقهن هذا محرم فكيف بالرجال يعني يتنمطون؟ نحن في زمن أنظار يعني أي نعم. على أي أحوال حالق لحية للحسن أيضا هو أولى بأن يعتقد أنه مغير خلق الله سبحانه وتعالى، ودخوله في الوعير من باب أولى، لأن المرأة شرع لها من التزين أكثر مما شرع للرجل. وحلق اللحية في معنى النمط الذي هو إزالة شعر الوجه والحاجبين من المرأة الحسن، وهذا في حق الرجل أقبح. أيضا إعفاء اللحية من تمت الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكرنا من قبل في تفسير الفطرة فطرة الله يعني الفطرة التي هي سنن الأنبياء، سنن الأنبياء عليهم السلام، يقول تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فتر الكلمات التي اختبر بها إبراهيم عليه السلام باختصار الفطرة، كما دل القرآن العظيم على أن هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته، القرآن دل على أن إبراهيم هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته، قال تعالى حاكيا عنه قوله لموسى عليه السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته. وقال تبارك وتعالى بعدما ذكر في سورة الأنعام جملة من الأنبياء الكرام ومنهم إبراهيم وهارون عليهم السلام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أمر الرسول عليه السلام أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء، ونحن مأمرون بإقتداء بنبينا عليه السلام. فكان من شأن هارون عليه السلام أنه كان ذا لحية تمسك لحية كبيرة، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فأمر عليه السلام بأن يهتدي بهارون وهذا داخل في الاقتداء به، وأمرنا نحن أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. ف
يعني أمر القدوة أمر لأتباعه عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا إعفاء اللحية سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه، وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هذه يعني كناية عن ايه؟ عن شدة التمسك، مش بالقواطع، لا بالنواجذ والأطراف، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهذا الحديث صحيح. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم كانوا ذوي لحى كبيرة، فكان أبو بكر رضي الله عنه كف اللحية، وكان عمر كثير اللحية، وكان عثمان كبير اللحية، وكان علي رضي الله عنه عريض اللحية، قد أخذت ما بين منكبيه، ما بين منكبيه. فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها، ثم بعدهم الأتباع المحسنون والمجاهدون الصادقون الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر، ودامت لهم مشارق الأرض ومغاربها، ومغاربها لم يكن فيهم حالق. كل هؤلاء الذين فتحوا العالم ومضطروا الأمطار ما عرفوا حق اللحية. هذا هو سبيل يعني المؤمنين. ومن دعاء المؤمنين عباد الرحمن قولهم واجعلنا للمتقين إماما، ما تفسيرها؟ واجعلنا للمتقين إماما. نعم أحسنت، نعم هذا هو الجواب الصحيح في تفسير هذه الآية، وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا مؤتمين بمن قبلنا كي نصلح لأن يأتم بنا من بعدنا. هذا معنى وجعلنا للمتقين إماما، فجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا كي نصلح لكي يبتدي بنا من بعدنا. أين؟ ولم ينقل عن أحد من السلف الصالح رحمه الله حلق لحيته. لماذا؟ لعدم جوازه عندهم، ولو كان خيرا لتبقون إليه، لو كان خيرا لتبقون إليه. نحن نقول عكس ما قال المشركون، قالوا في القرآن لو كان خيرا ما تبقون إليه، احتقارا للفقراء والضعفاء. لو كان القرآن والإسلام خيرا ما تبقنا إليه هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين. أما نحن فنقول في كل أمر يعني يعرض علينا لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كانت الحلقة نحن خير لسبقنا إليه الصحابة والتابعون والمجاهدون والأئمة في كل العصور. نعم. فالصحابة والسلف لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، يعني إجماع، هذا إجماع يحكي الإمام ابن حزم، واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة يعني تشويه لا تجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد، يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد. أي نعم. فلو فتشت في طول صفحات التاريخ الإسلامي وعرضها لم تجد من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من كان يحلق لحيته، وإنما تسربت إلينا هذه الضلالة واستمرأها بعض المسلمين لما اتصلوا بالكفار حين احتلوا بلادنا، أو حين رحلوا إلى بلاد هؤلاء الكفار فاحتلوا عقولهم وأعرضوا عن هدي سلفهم الصالح، واتبعوا غير سبيل المؤمنين حذو الكذة بالكذة، وافتتنوا بسند اليهود والنصارى فحاكوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. والله تبارك وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونحن إذا تتبعنا القرآن الكريم سنجد دائما الشريعة يقابلها الهوى، الوحي يقابله الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بالحق ولا تتبع الهوى. وضع دائما لو تأملت في القرآن ستجدون الشريعة والوحي الإلهي في مقابلة اتباع الهوى. وهنا يقول عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ف
فالذين لا يعلمون هم كل من خالف شريعته صلى الله عليه وسلم، وأهواؤهم هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ويقول عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقوله عز وجل ولا يكون كالذين، هذا نهي مطلق عن مشابهة الكفار، وقال الحافظ ابن كثير: ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية، إن ترك التشبه بالكفار في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها القرآن الكريم وبينها وفصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحققها في أمور كثيرة من فروع الشريعة، في الصلاة والجنائز والصيام والأطعمة واللباس والزينة والأداب والعادات وغيرها، ولا نريد أن نذكر أمثلة بالتفصيل حتى لا نستطرد يعني. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. حتى عرف اليهود ذلك، عرف اليهود أن هذه من خصائص هذه الملة الحنيفية، أنهم يتعمدون مخالفة المشركين والكفار. اليهود الذين كانوا في المدينة عرفوا ذلك ولاحظوه من أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، كما رواه مسلم: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في الحديث الصحيح: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن الحسن قال: قلما تشبه رجل بقوم إلا لحق بهم، يعني في الدنيا والآخرة. وقال بعض مشيخة الأنصار رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عتانينهم، عتانينهم جمع عثنون وهي اللحية، يقصون، وتأملوا كلمة يقصون جيدا، ما قال يحلقون وإنما قال إيه؟ يقصون يعني يقصرونها جدا. إن قال بعض مشيخة الأنصار: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عتانينهم يعني لحاهم، ويؤثرون تبالهم يعني شواربهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قصوا تبالكم ووفروا عتانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وهذا حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوكوا اللحى، خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوكوا اللحى، وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرقوا اللحى وخالفوا المجوس، وهذا رواه مسلم. ويقول الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى: وقد حدث قوم يحلقون لحاه، في زمن الإمام أبو شامة يقول: وقد حدث قوم يحلقون لحاه، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصرونها. واضح هنا، فمما ينبغي أن نتنبأ إليه جيدا، لأن هذه النقطة تسبب نوع من الاشتباه وتلبس على بعض الناس هذا الأمر. إذا ينبغي أن نتنبه جيدا إلى أن المشركين الذين كانوا يعيشون يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ذوي لحى، العرب ما عرفت حلق اللحى، لعل هذا كان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام الذي بقيت فيه. واضح، فالعرب لم تترك زينة اللحى لا في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني أبو جهل كان منتحرا، أبو لهب كان منتحرا، وهكذا أيضا. فالرسول عليه السلام يأتي في الحديث ويقول: خالفوا المشركين يعني خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. بعض الناس أيضا يتفلسفون ويقولون الآن المشركون يعفون لحاهم، طبعا هذا غير حقيقي، أن عامتهم يحلقونه، وهذه البلية ما جاءت إلا من قبله، لكن نسلم جدلا أنهم يعني المشركين يعفون اليوم لحاهم. وحتى نخالفهم ينبغي أن إيه؟ نخالفهم بأن نحلقها نحن، بأن نحلقها نحن. نقول لهم: إن أتأتم فهم الحديث، والدليل على أنكم أتأتم فهمه يعني أن المشركين الذين أمر الصحابة بمخالفتهم في هذه الأحاديث على لسان الرسول عليه السلام كانوا ذوي لحى، إنما كانت المخالفة في الهيئة في التفاصيل وليس في أصل الكلام، يعني اللحى تترك وتعفى لا تقص ولا تقطر مخالفة للمجوس فضلا عمن يحلقها، والشوارب إيه تقص ولا تترك مخالفة أيضا لهؤلاء المشركين كما سنبين إن شاء الله تعالى. حتى الغربيين في الغرب كانوا يعفون لحاهم، إلى أن أشاع الملك قطرس ملك روسيا
حلق اللحية في أوروبا في أول القرن السابع عشر، ومنهم من الغربيين تسربت إلى المسلمين هذه السنة السيئة فيما بعد. إذا يعني إذا حلقوا لحاهم فنحن نخالفهم في 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 أصل الفعل، لأننا نعفي امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أعفوا لحاهم نخالفهم في ماذا؟ بالتفصيل بإيه؟ بقص الشواذ. نضيف إلى ذلك يعني أن الناس الذين يلبسون في هذا الأمر بقولهم أن هذا التعليل غير مستمر يقدحون في استمرار هذه العلة هي مخالفة المشركين، لأن بعض المشركين اليوم يعفون لحاهم. فنقول يعني حلق اللحية هو سنة أكثر، سنة أكثر المشركين هي حلق اللحية، بل ما تسربت إليه هذه البدعة إلا من طريقهم، هم يستحسنون ذلك حتى يصبح وجههم كوجه المرأة كوجه النساء، يعتبرون هذه الزينة، وكما ذكرنا هذه الزينة فقط النساء، هذا يحصل بالنساء. وآية ذلك أنك إذا تعودت على أن ترى رجلا معفيا لحيته ماذا يكون شعورك إذا رأيته فجأة قد حلق لحيته؟ تشمئز جدا وتشعر كأنه يعني عفوا يعني مثل الأرنب الذي سلخ سلخ جلده، تستنفر من المنظر. لماذا؟ لأنك تعودت على الهيبة والوقار والزينة التي تليق بالرجال. واضح؟ أي نعم. فهذه سنة أكثر المشركين ما زالت هي حلق اللحية. واضح؟ أما من أعفى لحيته منهم فلماذا أعفاها؟ ربما يكون قد أعفاها تدينا بذلك. نقول نعم تدينا، سواء نصراني أو يهودي يتبع عيسى أو موسى، نعم هذه كل هذه سنة الأنبياء، فهم ورحنا اتفق معهم في هذه الايه في هذه السنة، سنة الفطرة. واضح؟ سنة الأنبياء. فمن أعفى منهم لحيته ربما أيضا باعتبار أن الإعفاء اللحية رجولة وفحولة، أو أعفاها ابتداء بأنبيائه، فقد نقول قد سلمت فطرته في هذه الجزئية، سلمت فطرته أنه رأى هذا من الرجولة، ففطرته سليمة في هذه الجزئية التي توافقت شريعتنا فيها مع شريعته. هذا من توافق الإيه؟ الشرائع. شريعتنا تأمر بالبر والوالدين، شريعتهم تأمر بالبر والوالدين، نترك نحن بالبر والوالدين لأجل أنهم يعني يطيعون أنبياءهم. وإن كنا نحن لا نزال نخالفهم في ماذا؟ في قصد الشوارب وأخذ ما قال عن الشفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ولذلك واحدة من هذه سنة المسلمين المخالفة في جذب الشارب. فإذا كان بعض الكفار اليوم كاليهود مثلا يعفون لحالهم وآخرون يحلقونه، فنحن مأمورون بمخالفة الحالقين والمقصرين لا بمخالفة من أعفاه. فاليهود فيهم مثلا أو المكفار فيهم من يعني يعفي اللحية وفيهم من يحرقها أو يقصرها، نحن مأمورون بمخالفة من الذي نخالفه في الثلاثة؟ نخالف فقط الذي يقصر أو يحرق، أما الذي يعفي فنحن نوافقه فيها. فلو كانت القاعدة أن ما يفعله الكفار يجب اجتنابه مطلقا لوجب علينا ترك الختان، لأن اليهود يختتنون، اليهود يختتنون أم لا يختتنون؟ إذا نخالف اليهود في ترك الكتاب والتبرر على الفطرة كلا. كذلك لا يقدح في استمرار التعليل بمخالفة المشركين أن أكثر المسلمين اليوم يحلفون لحاهم، يقولون أكثر المسلمين يحلفون لحاهم وهم بذلك يعني يتميزون عن المشركين. فماذا نقول؟ نقول إذا كان أكثر المسلمين يحلفون لحاهم فإن القرآن والسنة حجة عليهم وليسهم حجة على القرآن والسنة، وقد دل على تحريم تغيير خلق الله وتحريم التشبه بالنساء، ودلت السنة على أن إعفاء اللحية من خصال الفطرة التي لا تتبدل بتبدل الأزمان وانحراف البعض عنها. فلا يصح أن نرفض ما شرعه الله لنا وفطرنا عليه لمجرد أن يتلبس به بعض المخالفين لنا في الدين أو يفرط فيه بعض المنتسبين إليه، لمن أنهم مأمورون بامتثال هذا الأمر. أيضا إعفاء اللحية رجولة وفحولة، رجولة، فإن الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل وجود الشعر سمة مشتركة بينهما في مواضع من البدن، ليس من هذه المواضع المشتركة اللحية والشعر، بل ميز الله تبارك وتعالى بهما الرجل عن المرأة، ولا أن يلبس الرجل ملابس المرأة أخف من أن يحلق لحيته تشبها بها، لأن لحية الرجل هي الفارق الظاهر والمميز الواضح بين الرجل والمرأة، وقد شرع الله لكل من الزينة ما يناسب فطرته،
وأباح الشرع للنساء التزين بالذهب والحرير وحرمهما على الرجال. لماذا؟ لأنهما لا يناسبان كمال الرجولة. وكما أن من جمال المرأة أن تعدم اللحية والشارب في وجهها، فإن جمال الرجل وهيبته ووقاره في لحيته وشاربه. أما من وجهة نظر الطب، الطب محايد لا دين له للأسف الشديد. فلنسمع ما يقول العلوم من الطب والمصادر الطبية المحترمة يعني في هذا المجال. فالمعلوم من الناحية الطبية أن نمو اللحية في وجه الرجل أثر من أثر هرمون الذكورة الذي يسمى تستوستيرون. واضح؟ هرمون الذكورة، وسبب وجود هذا الهرمون ينبت إيه؟ شعر اللحية وشارب وجه الرجل. هناك أمراض تطرأ على بعض الرجال، على بعض المرضى، وينشأ عنها مرض نقص رجولة. نقص رجولة، واضح؟ وهو المسمى ديماسكولينيزيشن. ديماسكولينيزيشن يعني نقص الذكورة أو الرجولة. مثل هذا المرض يكون مصحوبا نقص رجولة، لابد أن يصحبه ماذا؟ سقوط شعر اللحية من الوجه. نفس هذا الهرمون، هرمون الذكورة التستوستيرون، لو حقن في أنثى فيؤدي إلى مرض عند المرأة يسمى اضمحلال الأنوثة أو ديفيمينايزيشن. دي كلمة دي بالإنجليزي دايما بتكسر في إيه؟ النقص، ما حاجة تنقص ديكريز. ديفيمينايزيشن يعني نقص الأنوثة، أو بعبارة أخرى عن استرجال عند المرأة. فلو حقن هذا الهرمون الذي خلقه الله في الرجال في أنثى تظهر عليها أعراض مرض الاسترجال اللي هو فيريلايزيشن، الفحولة فيريلايزيشن، أو التذكير اللي هو ماسكيلينايزيشن. ومن أوضح هذه الأعراض معروف عرض مشهور جدا في الطب يسمى الشعرانية، هيرتيوتيزم، الشعرانية يعني تفرط نمو الشعر في مناطق لم تكن مشعرة في اللحية والشفة. فتجد المرأة التي يحضر فيها أعراض الرجولة لابد أن تظهر فيها إيه؟ يعني الشعر في بعض المواضع من البدن ومنها الإيه؟ اللحية والشارب. فهذا حتى من الطب اللي هو علم محايد لا يتمسك بدين، وهذا كلام في كل مراجع الطبية إن شئتم يعني أن ترجعوا. فإن كان إعفاء اللحية من جانب هو رجولة وفحولة، فما في شك أن يعني الجانب الآخر حلق اللحية يعد تشبها بالنساء. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه راى امراه متقلده قوسا، امراه تمشي متقلده قوسا وهي تمشي مشيه الرجل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وهذا حديث صحيح. فلا شك ان مشابهه حالق لحيته للمراه اوضح من مشابهه من تقلدت القوس ومشت مشيه الرجال. كما ان المراه إذا اتخذت لحية مصنوعة في وجهها، إذا وجدنا امرأة ركبت في وجهها لحية مصنوعة يعني شعر صناعة لحية، هذه إذا رأيناها نكون متشبهة بمن؟ متشبهة بالرجال. تضع لحية وركب لحية وشارب في وجهها، فماذا نقول عنها؟ هي متشبهة بمن؟ متشبهة بالرجال. كذلك الرجل الذي يطيح بلحيته التي زينه الله بها يكون قد تشبه ذلك بالنساء. وأنت إذا سألت رجلا أو حتى صبيا من عامة أهل السنة، من عامة المسلمين الملتزمين في الدين، وعن وجه الحليق من يشبه، لقال وجه المرء ووجه الصبي ووجه اليهودي والنصراني. تلاحظ يعني ولله الحمد أولاد الإخوة الأطفال متعود مثلا أن يرى كل الضيوف وكل من يحتك بهم ملتحين. إذا رأى شخصا حليق اللحية يفزع ويصرخ ويبكي وتتغير حاله، ما يتعود على ان يرى الرجال في هذه الدينة اينا او في هذا الوقت. الحقيقة العلماء يعني اطلقوا على مثل هذا الكتاب ملاحظة يعني بشعة. نحن نعلم ان شاء الله ان اكيد يعني الاخوة الافاضل الذين لم ينتحوا بعد هو نتيجة انهم لا يعرفون حكم الله في هذه المسألة او حكم الشرع فيه، فنعتذر عن وجود بعض الالفاظ الشديدة، لكن هذا يعكس مدى استبشاع السلف ومدى تأثرنا نحن بالجو المسموم الذي نعيش فيه. فأعتذر عن هذه الأصابع. يعني العلماء أطلقوا على حالة نحن لفظة شديدة هي لفظة التخنث. يقول الإمام حافظ المغرب عبد البر ابن الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.
أيضا إذا تأملت أن إذا يعني كما أن يعني لو أن هناك رجلا أتى رجل صبغ أطرافه بالحناء، واحد تزين بالحناء، الحناء هذه زينة النساء، فكما أن من صبغ يعني أطرافه بالحناء قد تشبه بالنساء، ولو كان ذا لحية وشارب وعمامة، يعني رجل يلبس لحية وشارب وعمامة أو له لحية وشارب ويلبس عمامة ومع ذلك خضب رجليه أو يديه بالحناء أو المانيكير أو أي شيء من هذه الأشياء، واضح؟ فكذلك من حلق لحيته يكون قد تشبه بالنساء ولو كان ذا شارب وقميص وعمامة، واضح؟ كذلك أيضا لابد أن نلحظ أمرا مهما جدا، أن قضية التشبه لا يتوقف الاتصاف بها على القصد والنية كالإتلاف والقتل والضرب، فمن فعل ذلك اتصف به وإن لم يقصده، والمبتدا المترتب على التشبه موجودة وإن لم يكن له قصد فيها، يعني هو يقول أنا ما أقصد التشبه بالمثال، في حالة التشبه لا تستقر إلى السؤال عن النية، بل يكفي في الذم ووصف الإنسان بأنه متشبه بالكافر أو بالنساء مجرد وقوع في فعل التشبه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال لم يقصد فاعلها التشبه ولا تطر التشبه على باله، كالنهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وحين يستقل الظل بالرمح ووقت الغروب كي لا نتشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذه الأوقات، مع أن المسلم لا يقصد بالسجود إلا الله تعالى، ومع ذلك يعتبر هذا إيه؟ يعني تشبها. فإذا كان حلق اللحية تشبها بالنساء فعلى الجانب الآخر إعفاء اللحية أيضا زينة وتكريم، الله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، يقول بعض العلماء في تفسير آية يعني على سبيل ضرب المثال، يعني على سبيل ضرب المثال، وإلا فإن وجوه التكريم كثيرة وأعظم من ذلك، لكن قال بعض المفسرين من تكريمه إياهم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها، وذكر بعض العلماء من أمثلة هذا التكريم تزيين الرجال باللحى والنساء بالزواجر فقط، وقال عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام كل خلق الله عز وجل حسن كما في الحديث الصحيح، كل خلق الله عز وجل حسن، فلا بد أن نوقن أن هذه الهيئة التي خلقنا الله عليها هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وتكريم لنا، فهذه نعمة، فوجود اللحية في الرجل نعمة، فحلق اللحية والإطاحة بها طعن في هذه الحكمة، كأنك تقول أنا صورتي يعني الهيئة التي خلقتني عليها يا رب هذه هيئة قبيحة، معاذ الله، هي هيئة قبيحة ما أستحسنها بل أحسن منها نصيحة بها، يعني فهذا كفر بهذه النعمة العظيمة وانتكاف عن سنة منهجه خير الهدي صلى الله عليه وسلم، وانحطاط إلى مستوى الكفرة الذين زين لهم سوء أعمالهم، فحلق اللحى ليس رقيا هو انحطاط، واضح الانحطاط عن هدي الرسول عليه السلام والانحطاط إلى مستوى الكفار الذين يحسبون أن التمدن والكمال إنما يكون في القضاء على أكثر الفوارق الظاهرة بين الرجل والمرأة، يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، بلغ تعظيم الفقهاء إعفاء اللحية إلى أن قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري رحمهم الله قالوا إن اللحية إذا جني عليها فأزيلت بالكلية ولم ينبت شعرها على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، يعني هذا مذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد والثوري، قالوا لو إن واحد يتعارك مع واحد و يعني جذب لحيته أو شد شعر لحيته نزعه بحيث لم تعد إلى إنبات لم يعد له لحية بعد ذلك، نفترض ذلك بحيث لم تعد إلى إنبات فماذا يحكم؟ يحكم عليه بالدية كاملة، يكون ديته كأن يدفع دية كأنه قتله سبحان الله، وفريق آخر من العلماء قالوا فيها حكومة، واضح، ويقول الإمام بن مفلح رحمه الله تعالى معلقا على مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري إن هو أن الجاني عليه دية كاملة كما لو قتل صاحبها، قال لأنه أذهب المقصود، لأنه أتلف المقصود، أشبه ما لو أذهب ضوء العين، أشبه ما لو أذهب ضوء العين لم يعد مرة ثانية. قيس بن سعد لم يكن له لحية
كان أطيقا حقه. فقال الأمطار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته، ولكن لا لحية له. فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. وقال بعض بني سليم لامرأة الأحنف بن قيس: وددت أن اشترينا للأحنف لحية بعشرين ألفا. فمعروف أن الأحنف بن قيس كان فيه دمامة في ملامحه، وكان أحنف فيه نوع من الميل في رجليه وأعور، وكثير من الصفات الخلقية يعني مثل هذه الصفات. فما ذكروا حنفه ولا عوره ولا غير ذلك، لكن ركزوا على أي صفة؟ عدم وجود لحية له. فذكروا عدم كراهية اللحية، لأن من لا لحية له يرى عند العقلاء ناقصا. وذكر عن شريح الفاضل أنه قال: وددت لو أن لي لحية بعشرة آلاف درهم. فطبعا نحن نتعجب من يعني بعض أهل زماننا يود أحدهم لو بذل مالا عظيما ليعدم لحيته إلى الأبد حتى لا يعاني حلقها. هو يتمنى أن يعني يكتشف جهاز أو ربما في الخارج موجودة مثل هذه الأشياء، ويغرون الناس بها في الإعلانات أن هذه لا تعيد النبات الشعر على الإطلاق. واضح؟ فيعني ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فإذا كانت اللحية زينة وتكريما، فأيضا على الجانب الآخر حلق اللحية مهانة من الإنسان في الحقيقة. فأئمة الإسلام وعلماء الإسلام لم يوجد من بينهم من حلق لحيته في حياته ولو مرة واحدة، طبعا إلا إذا كان عذر مرضي أو ما أعلم شيء من ذلك. لكن الأصل أنه لم يعرف أبدا عن أئمة الهدى هذه المعضلة، بل إن بعض الأمراء في بعض الأزمان الإسلامية هؤلاء الأمراء لم يكونوا متفقهين في الدين، لم يكن عندهم فقه كافي. كانوا إذا أرادوا أن يؤدبوا فردا من أفراد الرعية لخطأ ارتكبه يعني يحلفون لحيته ويركبونه بالذات ويجولونه بين الناس في الأسواق تعييرا له. ولهذا نص بعض الفقهاء على وقالوا: يجوز التعذير بحلق الرأس لا اللحية. يعني اللي يقولون بالنسبة للأمير أو الحاكم إذا أراد أن يعذر أحدا يمكن تعذيره بماذا؟ حلق الرأس لا بحلق الإيه؟ اللحية. ألا تتأمل أن الله سبحانه وتعالى ما شرع للرجال أن يحلقوا لحاهم في الحج أو في العمرة عند التحلل من الإحرام، إنما شرع له إيه؟ حلق الرأس فقط أو تقصير. أما اللحية فهل هناك دليل من الكتاب أو السنة يدل على أن اللحية تحلق في الإحرام عند التحلل من الإحرام؟ صحيح في حديث ابن عمر، هذا فعل ابن عمر، وأن هو كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ويتشبث الناس بكلام ابن عمر. يقول ابن عمر قال: نعم ابن عمر قال افعلوا كما فعل ابن عمر. هل أنتم تتركون لحاكم وتأخذون القبضة ثم ذلك تأخذون مزاد عن القبضة أما فوق القبضة؟ وبعض العلماء قال أن ابن عمر أراد أن يجمع بين الحلق والتقصير، فذهب يعني كأنه قال يعني محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم، فكان يأخذ منها ما فضل على القبضة. والله تعالى يعني أعلم. على أي أحوال كما ذكرنا نص الفقهاء على أنه يجوز التعذير بحلق الرأس للحية، يعني لأن حلقها حرام. بلغ أيضا من تعظيم السلف شأنها أن رتبوا على حلقها عقوبة اجتماعية قاسية. ما هي هذه العقوبة؟ رد الشهادة. جاء في المنبر على قليل أن من تعمد حلقها يؤدب وترد شهادته. وقال العلامة الدسوقي: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك. أيضا حلق اللحية يعني إن كان كما ذكرنا حلق اللحية زينة وتكريم، فحلقها مهانة، وهو أيضا مثلة. كلمة التمثيل تطلق على مثل اللي يقطع أذن واحد أو أنفه أو يقطع عينه، فالتشويه يعني المثل يعني التشويه. واضح؟ فعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. هذا رواه البخاري، والمثلة هي التشويه. وعن ثمرة وعمران بن قصير رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة التشويه. وروى وهذا إسناده جيد، وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: إن حلق اللحية مثلة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة.
وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، يعني إجماع على أنها مثلة لا تجوز. فإذا كان بعض العلماء عد يعني المبالغة في قص اللحية اعتبروها مثلة، وعد بعضهم استئصال الشارب بالحلق مثلة، فماذا يكون استئصال اللحية كلها؟ إن الوجه عضو مكرم، لأن الوجه مجمع المحاكم والحواجب، فمن حق الوجه الصيانة لا المثلة والإهانة. وهذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ولذلك يعني يزجر العلماء عن لعبة الملاكمة أو بتعبير أدق الضرب في الوجه بالذات، ضرب في الوجه هذا لا يجوز، تضرب المسلم أبدا في وجهه، لأن الوجه مكرم، ينبغي أن تحترم الوجه وتصونه عن أي إهانة أو مسلم. فهنا أمر بضبط النفس حتى في حالة الغضب، إن كان ولا بد وتصر على أن يحصل بينك وبين أخيك نوع من العراق أو الشجار أو يعبر عنه الحديث هنا بالقتال، فاجتنب الوجه، لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه. واضح؟ ولذلك يقول هنا إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، وفي لفظ فلا يمقتمن الوجه، لا تضرب أبدا أحدا عن الوجه، لا تضرب ابنك ولا يعني أخاك أو أي أحد، لا تضرب أحدا على الوجه لأنه هذا منهي عنه. نعم. ورأى سويد بن قرض رضي الله تعالى عنه رجلا لطم غلامه فقال أوما علمت أن الصورة محترمة؟ هذا رواه مسلم. أوما علمت أن الصورة محترمة؟ والصورة هي الايه؟ الوجه، كما جاء في الحديث الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فالصورة هي أساسا ايه؟ الوجه. هنا فنحن نعلم أيضا من أهل زماننا الذين يهنئون من يشوه خلقته ويمثل بوجهه ويحلق لحيته بقوله نعيما، يعني نعيما كما قال الشيخ عايد القرى مرة، قال جحيما مش نعيما. أخيرا نذكر هذه الفتية في الحديث، فتية يعني رائعة جدا لك، بعض المقول لا نطيل بذكرها لإقناع هؤلاء الذين يتذرعون بكلام المذاهب، وأن المذاهب يعني بعض المذاهب يقول كذا. طبعا مذاهب هذا الزمان وبعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون ما لا علم لهم به، كما يقول بعض الناس أن عفاء اللحية هذا أمر داخل في العادات، ما واللي يقول إن هو من الدين هذا مبتدع الدين، لكن هذه من العادات وحتى مش من السنة، حتى مش من السنة. يعني فلا نلتفت لهذا الكلام بعدما سمعناه من الأدلة على هذا الحكم الشرعي. هنا فتوى في الحقيقة الفتاوى كثيرة، لكن أنا أختصر فقط على فتية أفتاها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق لما كان مفتيا لمصر جمهورية مصر العربية، كان هو المفتي الرسمي، فرفع إليه سؤال الأول، هو ذكر هنا هو موجود في إيه في الفتاوى الإسلامية من صفحة 3478 إلى 3480، الفتاوى الإسلامية الرسمية تضربت بالأزهر. أي نعم، هذا يكون أول المبادئ، فتوى رقم 1282 إطلاق اللحى المبادئ الفتوى هي واحد، إطلاق اللحى من سنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليه، اثنين إتلاف شعر اللحى بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية على خلاف النية في مقدارها، ثلاثة إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام فلا يؤخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم على إدارتها أو عقابهم بسبب إطلاقها. سئل بالكتاب 60/81 مؤرخ 16/86 مقيد برقم 194/1981 وبه طلب بيان الرأي عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن قسم القضاء العسكري قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع لوجود حالات لديها. أجاب المفتي فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، إن البخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة،
قص الشارب وإعفاء اللحم والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمرة. قال الإمام النووي في شرحه حديث أحف الشوارب وأعف اللحى أنه وردت روايات خمس في ترك اللحية وكلها على اختلاف في ألفاظها تدل على تركها على حالها. وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعفائها من الحلق، ولا خلاف بين فقهاء المسلمين في أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي رواه عائشة عشر من الفطرة. ومما يشير إلى ترك اللحية إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه ما أشار إليه فقه الإمام الشافعي من أنه يجوز التعبير بحلق الرأس إلى اللحية، وظاهر هذا حرمة حلقها على رأي أكثر المتأخرين. ونقل ابن قدامة الحنبلي في المغني أن الدية تجد في شعر اللحية عند أحمد وأبي حنيفة والثوري، وقال مالك وقال الشافعي ومالك فيه حكومة عدل. وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدي بإتلاف شعر اللحية حتى لا ينبت جناية من الجنايات التي تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دية يقدرها الخبراء لحكومة عدل كما قال الإمامان مالك والشافعي. ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب فيه في الإسلام وأنه من سننه التي ينبغي المحافظة عليها. لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجلدين اللحى اتباعا لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على ذلك في ذاته ولا ينبغي إجبارهم على إزالتها أو عقابهم بسبب إطلاقها، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم متبعون لسنة عملية جرى بها الإسلام. ولما كانوا في إطلاقهم اللحى مقتدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين وغيرهم في الالتزام بأحكام الدين وفرائضه وسننه لما في ذلك من حفظ همتهم ودفعهم لتحمل المشاق والالتزام عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان وإخلاص. وتابعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين عمدا لأوامر عسكرية، لأنه بافتراض وجود هذا الأمر فإنها فيما يبدو لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد أو تقلل من جهدهم، وإنما قد تكتبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة بهم. ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضي الآن حلق اللحى، لأن كثيرين من غير المسلمين في الجيوش وفي خارجها يطلقون اللحى، لأنه شتان بين من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها لمجرد التجمل وإضفاء سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها إن شاء الله تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذي يرتديه ثم يزدري بعد أن تنتهي مهمته. ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتواعدهم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه ما في شك كلمة حق يعني طيبة يعني جزاه الله خيرا عنها. فيعني في الحقيقة كما يعني هو واضح من هذه الفتوى يعني حتى لو اعتبر هذا الأمر الأمور الشخصية اعتبروه من الحريات الشخصية، لماذا يعطى كل إنسان حرية شخصية ما عدا من يفعل هذه الأشياء طاعة ومحبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يقبل المسلم يمتحن بسبب طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يضطهد لأنه أظهر محبة رسول الله والابتداء به؟ يعني أين ذهبت عقول القوم؟ يعني ترى اليهود في بعض البلاد بالذات في أمريكا رأيتهم، يعني اليهود لا يمكن أن ترى في منطقة بروكلين هذه التي فيها اليهود أقوى وضعهم أقوى من وضع إسرائيل، لا يمكن أن ترى يهوديا حالقا لحيته أو يهوديا ليس في وجهه شعر إلا الطبيب صغير الأمر الذي نمت لحيته بعد، هذا هو فقط الذي ترى. لكن مع ذلك اللحى طويلة جدا، طبعا هم يطويون للشوارب واضح، لكن لحى ما أحد يعني منهم يعني يخالف ذلك. فإن كانت هذه البلاد الكافرة قد
تركت كما تعلمون هناك منظمة الأنتي أمريكا، منظمة في أمريكا، ونحن مضطرون أن نستدل بهذه أمريكا لمن يعني يعبدون أمريكا الآن. واضح. منظمة في أمريكا تسمى MMM، أظن مسلم ميليتري حاجة، أنت مش فاكر الام بتاعتي. واضح. هذه المنظمة ما هي من أعضارها؟ أعضارها آلاف من الأمريكيين العسكريين المجردين الأمريكان الذين ذهبوا إلى السعودية في حرب الخليج، وقام بعض الإخوة والدعاء الفاضل جزاهم الله خيرا بدعوتهم إعطائهم نسخ من المصاحف المترجمة باللغة الإنجليزية، ونشطوا جدا فيه بينهم، فانتشر الإسلام فيهم انتشارا عجيبا، وأسلم آلاف منهم. أنا ما أذكر العدد بالضبط كم ألف، لكن لما كنت في بريطانيا كان الأخ أبو أمينة بلال فيليب، الأخ كان من الإخوة الأفاضل أهل التوحيد والعلم، وله كتب قيمة جدا كلها بالإنجليزية، كان يحاضر وكان يتكلم على الإنسان، يعني على معنى قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقال إن هذا البلاء قد يترتب عليه كثير من الخير كهذا الذي حصل من إسلام آلاف من المجلدين الأمريكان ودخولهم في حول جسد. لما رجعوا إلى أمريكا ماذا فعلوا؟ كونوا منظمة باسم منظمة العسكريين الأمريكيين الأمريكان المسلمين، وقال هي MMM هذه. واضح. والأخ يقول أنا ذهبت إلى هذا في هذه المنظمة التابعوني وحاضرته في الإسلام، حاضره في الإسلام كي يعلمه، ونشرت الجرائد الأسبوع الماضي هنا في النصر خبر نختم به الكلام، هو أن الحكومة الأمريكية أصدرت قرارا بالسماح بارتداء المجندات الأمريكيات الحجاب، الحجاب اللي هي اللي هم في منظمة MMM هذه، السماح لهن بارتداء الحجاب بناء على أن الدستور الأمريكي يكفل حرية الأديان واحترام الأديان إلى آخر هذا الكلام. هذه أمريكا يا جماعة التي تنظرون إليها بمنتهى الخضوع والخشوع، وكأن يعني لسان حالكم يقول لكلينتون من بعد ما كان يقول ذلك لبوش فليس كإيه؟ لأول الشارع إيه؟ فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين الله سراب، هذا هو الواقع، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الجند، إذا صح منك الود، فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أقول قولي هذا.